عمل مبادره ان تعبتوا مع تاخدوا مع الوزير المالي وبعد كنا انتوا تكونوا حضور عشان تكونوا صوت. وصلنا لحلول اهلا وسهلا، ما وصلنا لحقوق انا حتى المواطنه البسيطه دي ما لقيناها، يعني للعلاج وفي السكن وفي الصحه. ما معقول انه نحن يعني تستفزونا ونحن في منطقتنا ونحن كسودانيين في مواطنين من المنطقه، ما ممكن تستزلونا بالمساله زي دي وتحرمونا من حقوقنا وما تسمحولنا انه نحن نطلب مسيره سلميه عشان نعبر عن راينا ونطلب فكره الواحد. المهم قالوا خلاص ادونا المبادره دي على سبيل انه لعبتوا مع وزير الماليه يشوفوا وصل لشنو والحلول الموجوده عشان وطبعاً كل الوسائل السلمية والقانونية لازم تنفذها للطرفات. وصلنا لحل أهلا وسهلا، ما وصلنا لحل بعد ذا نحن على القيارات مسبوقة لنا نحن كمستطعين. والاجتماع متين؟ والله هو هزي ما حدد وهزي احتمال بكرة دي